رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكل اوفيائنا وبكل مستمعينا. لقائنا متواصل ومستمر على الاذاعه القريبه منكم ميد راديو، واكيد انه احنا معكم اليوم مجموعه من الاقتراحات ومجموعه من الافكار، وايضا غنستقبلوا مكالماتكم على 0522 46 72 52، او 0522 88 00 60، او 88 00 61، او 88 00 62. كنرحبوا بالجميع وبكل اوفيائنا الكرام، تحياتي الخالصه لكم اينما كنتم مستمعينا، وحنا لقائنا مازال متواصل ومازال مستمر معكم. اكيد اننا غادي نستقبلوا مكالماتكم وغادي نستقبلوا اسئلتكم بطبيعه الحال من دابا غتاخذها سميحه باش نقدروا اننا ناخذوا بطبيعه الحال الاتصالات ديالكم والاقتراحات ديالكم. وغتكون فرصه ايضا اليوم باش تكون معنا متوجه الشهر لاله رشيده، لاله بشرى، عفوا لاله بشرى تاتو. حنا كننتظر اننا نتواصلوا معها بطبيعه الحال عبر الهاتف. وقبل منا غنعطيو بعض الاقتراحات ديال لاله بشرى. كتقول صباح الخير، وهذه يلاه 13 دقيقه باش بارطاجيتها معنا. كتقول صباح الخير اختي سكينه والمستمعات، هاني رجعت من جديد وجبت اقتراحات جدا نتقاسمها معكم. كتقول السفه باش يجي لونها زوين كيبري ومذاقها رائع، رشيها بالحليب فيه معلقه ديال ما زهر، وفي التفويره الثانيه وفي الاخيره كتجي السفه مزيانه. كتقول ملي نبخروا اللحم ولا الدجاج ولا الحوت داك الماء ما نرميوش، نديرو في مكعبات ديال الثلج وندخلوه للفريكو، ملي يجمد نديرو في بلاستيكات كل نوع بوحدو ونستعملوه بحال ضامه ديال البنة الا بغينا نسمو به الحريره ولا اي شهيوه اخرى. وبالنسبه للمكعبات ديال الحوت نفس يعني نسمو بهم صلصه ديال الحوت كتجي واعره. كتقول ملي نعصروا الحامض ما نرميوش القشور، نحيدوا لهم داك اللب الداخلي فاش كيكون الماء، ونحتفظوا بهم في اكياس في المجمد. ملي نبغي نسم الكيك ولا الحلوى نجبدهم ونحكهم بلا ما نخسر حامضه اخرى، ايضا كيكونوا ساهلين في الحكان حيت مجمدين. كتقول ايضا باش نتفاداو الدموع ملي نكونوا كنشلضوا البصله، نديروها في مجمد 10 ديال الدقائق قبل استعمالها، حيت الماء اللي فيها كيتجمد وما كتعطيش ديك الريحه المجهده اللي كتخلي العينين يدمعوا. ملي تسلقوا الخضار ديما نسموهم بدرس ديال الثومه ورقه ديال سيدنا موسى، وهكذا الماء ديال السلق ما ترميش، نخليوه نمرقوا به الطاجين ولا الكوكوط كيجي مذاق زوين. واخيرا كتقول خذي قرعه ديال الزاج فيها نص لتر ديال زيت العود وربعه ديال الدروس ديال الثوم، شويه ديال الزعتر، كنسدوها وتنخليوها في مكان بعيد على الضوء لمده اسبوع، ومن بعد بقيت تستعمليها في الشلايض ولا ديري بها الخطيطات فوق الطاجين ولا زعلوك. اولا اي شيوة او لا اي شيوة كديري فيها الزيت من الفوق راه كتعطي واحد النسمه زوينه اللي كلها يسولك منين جات هذه النسيمه. وتحيه ليك يا احلى سكينه، شكرا ليك يا لاله، الله يشرف مقدارك. ونتمنى انك تكوني معنا بشكل مباشر حبيبتي، هكذا نقدروا نتواصلوا بطريقه احسن. بطبيعه الحال كنرحبوا بالجميع، واكيد اننا غادي نستقبلوا معنا متوجه الشهر بطبيعه الحال بعد لحظات. غادي ناخذوها معنا، علاش لا ناخذوها معنا دابا نيس لاله بشرى من بني ملال. مرحبا بناس بني ملال. سلام اختي سكينه. اهلا لاله بشرى، لاباس عليك؟ كلير بخير. احوال طيبه على خير؟ لاباس اختي الحمد لله ربي يخليك. الله يطول عمرك. كنشكركم بزاف، كنشكر كل العمال التقنيين تاع ميد راديو. مرحبا بك ومرحبا بناس بني ملال. اختي عندي واحد الاستشاره لك ممكن. تفضلي لاله. بالنسبه اختي الخشب ديال الماريو، خدينا واحد الماريو جديد وفيه داك الغبار ديال النجار، وما عرفتش واش تمسحو بالماء وداك الشيء خصو يكحل، ما عرفتش واش عندك شي فكره. الله يسالي. الله يخليك لاله بشرى، غير عاودي وضحي لي، ما سمعتش مزيان. الخشب ديال الماريوات باش يمكن لي نمسحو. اييه واخا طريقه سهله. الخشب واش كتكلمي على الداخل ولا على برا؟ هو من الداخل كثر في ديك الغبره ديال النجار حيت الماريو جديد. اييه انتي في داك الغبار، واخا درت الشيفون ناشف ولكن بقى في داك الغبار لاصق ما تزولش، ما بغاش يحيد. واخا لاله مرحبا بكل فرح، اهلا وسهلا. اختي سكينه الا كان ممكن انا بغيت النمره ديالك وديال السي طيب قريب. الله يسلمك. ايوا واخا لاله بشرى، رجعك الصندوق وتاخذي الرقم الهاتفي بطبيعه الحال. ومرحبا بناس بني ملال، تبارك الله عليك لاله بشرى. واكيد اننا كنرحبوا بكل المستمعات الكريمات، واكيد ان شاء الله تكون معنا متوجه الشهر بعد لحظات. لاله بشرى، بالنسبه لهذه المساله هذه كيف ما قلت، يعني كيف ما قلنا شحال من مره، احسن خلطه باش ننظفوا العود المفرنز ماشي العود بوحدو. اننا تنديروا مقدار ديال الخل مع الزيت بطبيعه الحال، وكنخلطوه وكنديروا شي زيت عطر اللي كيعجبنا وتنخلطوه وتنبداو نمسحوا به.
بالنسبه لهذه الحاله ديال يعني البلاكار من الداخل وبقات هذيك يعني ديك النجاره لاصقه فيه، احسن طريقه هو انك غادي تمسحي بطبيعه الحال بواحد توب يكون قطني، تمسحي به مزيان يعني تنظفي به هذاك البلاكار مزيان من الداخل، ومن بعد من اولى من بعد غادي تاخذي واحد الشيفون غادي ديري فيه كريم ديال اليدين، يعني الكريم اللي كنستعملو ديال اليدين معاه شويه ديال الخل الابيض. اذا يعني غتخلطي تشدي كريم ديال اليدين غتخلطي معاه شويه ديال الخل الابيض وغديري غير شي شويه في داك التوب، يعني بحال كتميهي شويه داك التوب وكتمسحي داك البلاكار من الداخل. غتمسحي البلاكار تمسحي البلاكار غتبقى ديك الشيء كيلصق في داك التوب، كيبان لك التوب كيتوسخ كتعاودي تنقي كتعاودي ديري توب نقي، يبان لك كيتوسخ تعاودي ديري توب نقي، وانت غاده هكذاك حتى كتنظفي داك البلاكار ديالك من الداخل. ومن بعد كتخلي البلاكار مهوي واحد يومين ولا ثلاث ايام تكينشف عليها خاطر خاطرو ويعني تنظف على خاطر خاطرو وصافي، وهانت عندك البلاكار ديالك تقدري تستعمليه. كيف ما تقدري انك ديري الشطابه الا كنتو يعني ما مفرنسش داك العود ما مفرنسش كديري، وغالبا العود دخلاني مثلا فرنزوش غير كان زعما غير العود هكذاك غير العود العادي، كديري واحد الشطابه حرشه شي شويه باش كتعاوني تحيدي ديك النجاره، ومن بعد كدوزي بهذا المحلول هذا وكتخليها تنشف وراه كيبقى البلاكار مزيان. دائما نديرو بطبيعه الحال كميمسات ديال الخزامه وديال يعني الخزامه و والورد اللي بغيتي ديري كميمسات هكذا وسط الحوايج باش كتبقى ريحه زوينه وكيصم البروده اللي ممكن انها تكون في البلاكار. اذا هذا جوابا على السؤال المستمعه الكريمه، مشكوره على تواصلها معنا. حنا اكيد مستمرين في استقبال مكالمات المستمعين واقتراحاتهم، كنرحبوا بالجميع وبكل اوفيائنا، واكيد ان اللقاء متواصل ومستمر معكم. ترحبوا بالجميع وكنشكر كل اوفيائنا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه، وحنا مازال مستمرين باقتراحات وبافكار. بطبيعه الحال مستمعه كريمه اللي كنسبق وطلبت مني انني نعاود طريقه باش نزولوا البقع، فيديو اللي كنسبق اولا اقتراحات اللي كنسبق وشرحتها لكم خديتها من فيديو، غادي نعاودها لكم دابا مره اخرى. بطبيعة الحال باش نزولوا البقع الصعيبة، إذا أسهل طريقة باش نزولوا البقع الصعيبة بالنسبة للبقعة ديال الحبر أو ديال المداد، أحسن طريقة هي الحليب. تنغطسو ديك البقعة في الحليب وتنخليوها حتى كتطلق بشوية بشوية. بالنسبة للدم أو للدهون، المشروب الغازي الأسود حل زوين باش كيحيد. بالنسبة للعكر أو الأحمر شفاه الكول 100% يعني الكول 100 درجه. بالنسبه للقهوه تناخذوا البيكربونات ديال الصوديوم احسن حل باش نحيدوا الطبعه ديال القهوه. بالنسبه للمزيل العرق باش نحيدوا الطبعه ديال المزيل العرق للانجات او للمناديل المبلله. بالنسبه للزيوت يعني الا دفقات لنا الزيت على الحوايج احسن طريقه هي الطباشير. بالنسبه للبقع ديال العرق احسن طريقه باش نحيدوها هي عصير الحامض، يعني ولا الحامض كنحكوا طرينشات ديال الحامض. المكياج احسن طريقه هي الموس ديال الحلاقه او يعني اش نقولوها لا موس غازي يعني لا ماشي الكريم ديال الحلاقه اللي كيديروا الرجال بطبيعه الحال، هذه نقدروا اننا نستعملوها باش نزولوا البقع ديال المكياج. بالنسبه للفواكه الحمراء الماء مغلي، اذا الماء كيكون كيغلي وكنديروا فيه الطبعه ديال 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 الفواكه الحمراء. بالنسبه بطبيعه الحال هذه مجمل ديال الطبايع الصعيبه اللي كيكون صعيب اننا نحيدوها واللي سبق وقلتها وعاود طلبتها منا مستمعه كريمه، وانا عاودتها لكم مره اخرى باش يمكن ان تسهل عليكم الاموريه في البيت ديالكم. ودابا مستمعينا غادي ناخذوا معنا لاله بشرى المتوجه ديال هذا الشهر مدينه مراكش. مرحبا بك لاله بشرى. مرحبا اختي سكينه، اش اخبارك؟ لاباس الحمد لله بخير. صحتك لاباس على خير. مرحبا بك لاله، مشرفانه ومنوره هنا. الحمد لله. كاين شي صاد في مراكش؟ كاين شي؟ لا لا باغي نحل اليوم في مراكش وخا تيقولوا الصاد ما عندناش صاد بزاف. ايوا لاباس لاباس بالخير. مرحبا لاله بشرى. عاملين في المدرسه تحيه كبيره لك وبرنامج الزوين ديالك. الله يحفظك لاله بشرى وتحياتي لك وتبارك الله عليك ومرحبا بك ومرحبا باقتراحاتك. ايوا لاله بشرى شنو موجوده لنا اليوم؟ وجايك تعطي خفيه الخلعه غنعطيها شويه كل مره اخرى. اش من خلعه يا لاله؟ غيب شويه عليك دقه دقه، اللي كيكتب في فيسبوك يدوي في الميكرو ماشي شي حاجه صعيبه. راه فيسبوك ساهل ما تيسمعك حد ماشي بحال. مرحبا لاله ما كاين باس، مرحبا بشويه بشويه، حنا ناخذ معك اقتراح باقتراح. يلا تفضلي شنو موجوده لينا؟
ما اقتراح بالنسبه للمجوهرات ديال الكواكي اللي كيطلقوا الحليه في اليدين. اييه ملي نشريهم قبل ما نستعملوهم ندير نصبغهم ديك لاباز لاباز ديال الصغالي في البيضه. اييه نديرهم فيها وخلينا نشوفوا صافي نديروهم الشمس نديروها فيها كامله اما البوم كيدخل نديروها نديروها عليها من الداخل. واخا الحليه في اليدين. اييه واخا بالنسبه الى كان عندك الدبان في الدار هذه الخزامه مغليه الحليه خليها تغلي تفك ديك الريحه ديالها ما كيبقاش. هادي شنو نديرو الخزامه؟ الخزامه مغليه كتحيد الريحه ديالهاش؟ لا كتحيد الدبان دابا الا كان دبان في الكوزينه ولا في الدار. واخا دابا مع الصوت وداك الشيء الا كان دبان نديرو غير الخزامه الطبخ كيهرب. كيهرب الريحه ديالها ما كيبغيهاش هو. اييه الله يعطيك الصحه اختي راه زوين بزاف. بالنسبه للبطاطا الفريك باش تجينا زوينه نقدوها في الخل في الماء والخل ربع ساعه قبل ما نقليوها. اييه بالنسبه للحريره المهم الحريره ملي كنطيبوها تكون فيها واحد الا خليتيها شويه كتهز واحد الطبقه ديال الخضره الفوقيات. اييه باش نتفاداوها المهم ملي طيب الحريره وطي عليها دير فيها طبق ديال الزبده وحرك ليها الجو. اييه ما كيبقاش. بالنسبه للمندل في اليدين نسقنا المندل ستيلو في اليدين. نحكوهم بمطيشه بلا ما قبل ما نتزقهم بالماء ولا شي حاجه ما كيحيد. اييه بسهوله. الى كرف لي سميتو العجينه ديال الصابلي بعد ما تعجني الصابلي بالصابلي تلقاي ان العجينه ما تبغيش تجمع الا كانت ديال شي نوعيه جيده ولا شي حاجه. يمكن يجي فيها بيض البيضين الابيض ماشي الاصفر جوج بيض ديال جوج بيضات صافي تتجمع. اييه فكره زوينه هادي. سميت واحد الفكره ولينا في النحاس. جوج مطيشات محكوكين. باش نمريو النحاس. ملي تمحيو اللي تيلمع. ما سمعتكش. النحاس إيه باش تمحي النحاس. باش نمريو النحاس ويولي كيلمع. ياه كنديرو جوج مطيشات. جوج مطيشات محكوكين جوج معالق كبار ديال الصابون البلدي. معلقه ديال الخميرة تخبز. خميرة فورية وعشرة ديال الحامضة. إذا جوج ديال المطيشات وجوج معالق ديال الصابون البلدي وشوية ديال الخميرة المعجونة. المعجونة الفورية. الخميرة ديال الحلوة. إذا الخميرة ديال الحلوة. الخميره ديال الخبز فوريه تكون الخميره ديال الخبز واخا اذا الخميره اللي كنعرفوا ديال الخبز ونص حامضه. ايه عصير حامضه. عصير حامضه. ايه نخلطوا هذه المكونات كلها وندهنوا على النحاس ونخليو تينشف ونمشيو بشي من صافي. ايه فكره سهله وسريعه وبسيطه وما فيهاش تماره من ديك حكومري. ودابا دابا شهيتينا لاله بشرى نشري النحاس ملي هذا الحل سهل. مرحبا. بالنسبه للطبيعه ديال اللي دام في الحوايج عطات مشي طبعه ديال الزيت تغسلها وتبقى الطبعه ديال اللي دام ما تتحيدش. اييه غادي نرشوها بالطالك ياك. وفكوها بليتين بلا ما بلا والو فكيها بليتين وخليها واحد شويه عكا فيها بالماء. اييه مع الصابون ديال الحجره راه كتحيد. اييه الزربيه الا طبعات بالشوكولات اولا القهوه. سميتو مي مي ندير في الزبيب بلا الكل والماء وحكيها بيه مزيان. اييه صافي هادشي اللي عندي هاد الساعة. تبارك الله عليك ما عندي ما يتساكل البشرة وهادشي كامل كتقولي غير شي شوية. شوية راه محرف ديتها كلها. مرحبا ان شاء الله الأسبوع الجاي تكوني أليز كثر. ان شاء الله. تبغي توجهي تحية لشي حدا لالا بشرى تبغي. أييه نجي. مرحبا تفضلي. تسمع ليا دابا كنوجه لها تحية كبيرة. الله يحفظها عليك. آمين يا ربي وحفظك اللي تحكي وأخوتي كاملين وبنات عمي وصحاباتي صاحبتي وصاحب بنات عمي جميلة ملكة وخديجة وخواتاتنا اللي مسنا. خويا معاد حمزه عبد الله واي واحد كيعرف بشرى تيسيسين بهذا الشيء في الفيسبوك راه معروفه. مرحبا بك لاله بشرى وتحياتنا الكبيره لك وتحياتنا للناس مراكش وتبارك الله عليك واكيد ان شاء الله نعاودوا نتلاقاو الاثنين المقبل باذن الله باقتراحات وبافكار بطبيعه الحال وانت كمتوجه شهر يوليوز فاهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي الكريمات فين ما كنتوا مشكوره جزيل الشكر لاله بشرى تبارك الله عليك وتحياتي لك. حنا اكيد مازال مواصلين مازال مستمرين معكم مستمعينا غنتوقفوا مع فاصل ونرجعوا بعد نواصلوا معكم. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم اهلا وسهلا ومرحبا بكل اوفيائنا وبكل مستمعينا لقائنا متواصل واياكم حتى الوحده سنرحب بالجميع وارقامنا الهاتفيه مفتوحه لكم 05 22 46 72 52 اولا 05 22 88 0060 ولا 61 ولا 62 فاهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين وبكل المستمعات فين ما كنتوا لقائنا متواصل واياكم بطبيعة الحال غتكون فرصة باش نستقبلوا مكالماتكم واقتراحاتكم اهلا وسهلا ومرحبا بجميع الاسئلة ديالكم مستمعينا وغادي نرجع لتواصلكم معنا على الفيسبوك غادي نشوفوا بعد نشوفوا بعد الاقتراحات ديال المستمعات. اذا صباح الخير اختو كاينه شكرا لكم تبارك الله عليكم اختي شي ثواني ديال اولا شي ثواني
الزاج ديال الفران. اذا شي طريقه باش يمكنني تغسل الزاج ديال الفران ولا تحلتهم بالدهون؟ عطيني شي حل حتى الفران موسخ بزاف، شي وصفه تنفع معهم اختي. مرحبا بكل فرحه لاله، اكيد انه غادي نتواصلوا معكم بهذا الاقتراح بطبيعه الحال، واقتراح اللي هو اكيد انه مباشر واقتراح متواصل معكم مستمعينا. فتحياتي للجميع. كاين السيدات كيكون عندهم هذا المشكل، هذا بطبيعه الحال المشكل اللي هو ديال الفران، كيفاش غيتنقى الى غير ذلك. احسن طريقه هو انك كديري واحد الاناء يكون فيه العصير ديال الحامض مع البيكربونات ديال الصوديوم، كديريهم يسخنوا في الفران وكتخليه، اولا ديري العصير يعني تكتري عصير الحامض وديري واحد نص معلقه ديال بيكربونات الصوديوم، كتخليهم كيسخنوا في الفران حتى كياخذوا داك يعني كيولي الفران ميه. من بعد كنحيدوا داك يعني داك كنطفيو على الفران، تنخليوه بحال كيرجع عليه داك الصاد ديالو، تناخذوا واحد الشيفون وكنمسحوا الاوساخ من الداخل. من بعد هذاك المحلول تنغصوا فيه واحد الشيفون وكنمسحوا به الدجاج، فراه كيرجعوا كيبرق وبطبيعة الحال كيتنقى بطريقة سهلة وبسيطة وزوينة. ضروري شوية ديال الحكان، ولكن المأمورية كتسهل من اللي كيشم وكيشرب ديك الريحة ديال الحامض مع البيكربونات ديال الصوديوم. إذا هادو الأفكار والاقتراحات اللي يمكن نعطيها في هذا الباب. هذا كنشوف بعض الأسئلة ديال المستمعات الكريمات بطبيعة الحال، مشكورات جزيل الشكر على تواصلهم معنا. غادي ناخدو واحد الاقتراح أو لسؤال عفوا. مستمعة كتقول كيفاش نقدر نظف الزربي، نحافظ على النظافة ديال الزربية؟ إذا كاين الناس بقوا قلنا هاد القضية هادي، كنقولوا يعني احسن طريقه باش نقدروا نحافظوا على الزربيه ديالنا هو انه كاين جوج طرق، سواء كنرشوا الملح نخليه واحد ساعه وساعتين وكنشطبوا من بعد، سواء كنرشوا البيكربونات الصوديوم اللي كانت الزربيه الالوان ديالها مفتوحه وتنخليوها واحد ساعه حتى لساعتين وكنشطبوا. بطبيعه الحال هذه عمليه نقدروا نديروها مره في 15 يوم، مره في 20 يوم، مره في الاسبوع، على حسب الحركه اللي عندنا في الدار بطبيعه الحال. وهكذا كتولي يعني كتبقى نقيه مده طويله، ولا سبناها مره في 6 شهور، مره في العام، كتكون احسن وافضل باش كتبقى لنا الزربيه مزيانه. اذا هذه طريقه باش يمكن نضفوا الزربيه ديالنا اسك. بطبيعه الحال غادي نواصل في استقبال الاقتراحات والاسئله ديال المستمعات الكريمات. كاين سؤال كيقول السلام عليكم، الله يجازيكم بالخير، واش هاد طوندونس الخير الصباغه كتجي في كاع البيوت؟ نقدر ندير كاع اللون؟ مسألة كتبقى مسألة أذواق. بطبيعة الحال طوندونس الخرف الصباغة كتجي زوينة بزاف في الصالون وفي الكولوار، كتقدر من الألوان زوينة بزاف اللي أنا كتعجبني بصراحة، سواء البيض ديالها الناكري ديالها ولا التوب أولا هو التوب ولا دوغي ولا معرفش ريفيرونس بالضبط اللي كيتكلموا عليه، ولكن هادو جوج لوينات اللي كيكونوا زوينين. الألوان الأخرى كتبقى مسألة أذواق، كاين اللي كيعجبو المونف، كاين اللي كيعجبو الغوز، كاين اللي كيعجبو الحمر، كاين اللي كل واحد والأذواق ديالو. ولكن دائما ملي كنختاروا ألوان اللي كتكون ستوندار فهي كتبقى مزيانة وكتبقى بطبيعة الحال يعني كتبقى ألوان ستوندار، يعني نقدروا نصبغوا عليهم، نقدروا نفرشوا عليهم بطريقة زوينة، نقدروا ندخلوا لمسات بطريقة زوينة ما عندناش مشكل، نقدروا أننا بطبيعة الحال ندخلوا ديكورات بألوان اللي بغينا ما عندناش مشكل، لأن يعني الألوان كتبقى نوتخ. أما إلا كان لون معين كيحصرنا في الطريقة كيفاش غادي نفرشوا. سؤال ديال مستمعة كريمة كتقول صباح الخير بنتي، عندي بدلة رياضية لونها تركواز، بنتها مع بدلة حمراء وطلق اللون الأحمر في التركوا، شنو هو المعمول؟ إذا كناخذ واحد البرمة ديال البرمه ديال الكسكسو، غادي تاخديها وغديري فيها الماء وغديري فيها خميره ديال الحلوه وغديري فيها دوك الحوايج ديال ديك البدله السيرفيت اللي طلقات، وغادي تبقاي كدوري وديك الماء كيغلى وانت كدوري كدوري كدوري، راه بشويه بشويه غيبقى يطلق هذاك الشيء اللي بطبيعه الحال طلق في التركوا، يعني داك الحمر اللي طلق في التركوا يبقى يحيد بشويه بشويه، وهكذا غادي ترجع البدله مزيانه غير ملي تصبنيها من بعد هذيك الغليه. يستحسن انك ديري واحد معلقه ديال الخل باش تثبت الالوان، يعني تثبت هذاك التركوا باش ما يبهاتش وما يتكرفش. اذا هذه الطريقه اللي يمكن انك بطبيعه الحال تتبعي المستمعه الكريمه. نمشيو ناخذوا لاله امينه من الصويره، مرحبا بك لاله امينه. لاله امينه اهلا وسهلا. الو مرحبا بك لاله.
بارك فيك اختي، لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يطول عمرك، بارك الله فيك، انت على خير؟ الحمد لله. الله يحفظك، تفضلي. مرحبا. سمح لي متوتر شويه، اول مره ندير في الراديو. مرحبا بك لاله، ماشي مشكل. شنو هو السؤال ديالك؟ بغيت نعطيكم واحد الفكره، تنظيف الالومنيوم. التحريقه اللي كتلصق مع اللي كيتحرق فيها الماكله وداكشي. اييه، شنو هو الحل؟ تاخدي زوج معلقه تاع الملح، وتاخدي معلقه واحده تاع الخل الابيض. اييه، وغديري وتاخديها تبقاي تحكيها، ديري من هذيك الليغه اللي تجيك وتبقى تحركي هذاك الالومنيوم، تبقى توركي عليها شويه، ومن بعد ترجعي طبيعيه. اييه، فكره زوينه بزاف، فكره مضمونه. الله يعطيك الصحة. تقبلي عليا يا اختي. تبارك الله، وصلنا بي. بطبيعة الحال حنا كنتواصلوا مع بعضنا باش نستافدوا من تجارب بعضنا، والله يعطيك الصحة، هذه فكرة زوينة وزوينة بزاف. ومشكورة جزيل الشكر على تواصلك معنا، أهلا وسهلا ومرحبا. الله أكبر، مرحبا بك لالا. الله فيك أختي، شكرا سني، قبلي عليا. مرحبا، بكل فرح، أهلا وسهلا. عندك اقتراح آخر تبغي تواصلي معنا من خلاله؟ على حسب الريحه تاع كوزينه، ملي تكون شويه مع الضياف وداكشي كتكون شويه تاع الريحه تاع الضياف وداكشي. اييه، تاخدي قشور ليمون، حنا غير كنرميهم وين كيخسروا. اييه، تاخديهم ديريهم في واحد مقله ولا طنجره ولا شي حاجه، دير ليها ما وديريها كتغلى فوق بوطه وانت كطيبي في كوزينه، وديك مقشور الليمون كيعطيك ريحه زوينه، كتخرج يساعدو باش تخرج ديك الريحه في الكوزينه. اييه، جربي وردي عليا. الله يعطيك الصحة، تبارك الله عليك، مرحبا بك لالا، مشكورة جزيل الشكر على تواصلك معنا، وإن شاء الله أكيد أن الفرصة مقبلة غادي تكون معك بطبيعة الحال، وناخذ اقتراحات أخرى. وأهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعات الكريمات. حنا أكيد مازال معكم مستمعينا، غادي نمشيو فاصل إعلاني ثم اقتراح غنائي ورجع نستقبلكم، بقاو معنا ما تمشيو فين. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكل أوفيائنا وبكل مستمعينا، وأكيد أننا ما ساخينش بكم. مستمعي كتقول سلام اختي سكينه، واش هذه هي الصفحه الحقيقيه؟ جاوبيني عافاك، هي لاله هذه الصفحه الحقيقيه. مرحبا بك لالا نهاد، لاله نهاد مرحبا بك، اكيد انا سعداء انك تكوني معنا وتكوني متواصله معنا. هي هذه هي الصفحه. بالنسبه للمستمعه الكريمه اللي سولتنا على المساله ديال الحوايج اللي كيطلقوا، قالت لي واش نغليها مع خميره الحلوى، ياك هي تغليها مع خميره الحلوى وان شاء الله تكون نتيجه مزيانه لاله لطيفه. بطبيعه الحال انا سعيده جدا باستقبالكم مستمعينا الكرام، كنشكركم بزاف على رسائل الشكر والرسائل الطيبه اللي كتصيفطوا لنا على الصفحه الرسميه للبرنامج على الفيسبوك. شي مرات تلمو كنبقى نقلب على الاقتراحات اللي غادي تكون معنا، بطبيعه الحال انا كنحاول انني نتبع معكم خلال الحلقه، لان كثير من المستمعات كيوضعوا اقتراحاتهم اثناء الحلقه، فكنوجه لكم تحيه وكنشكركم بزاف 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 بزاف، ونتمنى دائما نكونوا خفاف ظرف على اذانكم، وتكون حلقه اليوم فاتتكم وعجبتكم الاقتراحات اللي اقترحنا عليكم اليوم، مع تحياتنا بطبيعه الحال لاله بشرى مدينه مراكش اللي هي متوجه الشهر. اكيد انا الموعد متجدد بكم باذن الله غدا غدا لقاء الديكور. بطبيعه الحال كنرحب بكل مستمعينا وكل اوفيائنا فين ما كنتوا، يومكم سعيد ويومكم مبارك. كنشكر سعيد عقل رفقتنا اليوم في الاخراج، وسامحه في استقبال مكالماتكم، شكرا لكم على حسن الاصغاء والمتابعه، دمتم في رعايه الله، تهلاو لي فراسكم، الى اللقاء.